الرسم البياني لما يجي يقول لك اكتب العلاقة الرياضية سكتب ثم استنتج الميل. كتابة العلاقة الرياضية عن القانون اللي بربط كيو كمية الكهربية وتي، طبعا ده بيفكرنا كمية الكهربية التي تمر في خلال زمن. يبقى ده هو اللي هو تعريف شدة التيار، نجيب منه ان شدة التيار بتساوي من التعريف هو كمية الكهربية التي تمر خلال 1 ثانية يعني على التي. لما نيجي نجيب الميل ممكن بطريقة سريعة جدا اللي موجود على المحاور مين؟ اللي موجود على المحاور كيو اهو نشيل كيو والتي نشيل التي يبقى الميل نقدر نقول السلوب سلوب بيساوي الاي اللي هو شد التيار. في طريقة تانية فرق الصادات اللي هو كيو على فرق السينات اللي هو تي. طب ما الميل بيساوي المقابل على المجاور، ممكن بكام طريقة تان الزاوية عن ظل الزاوية بيساوي المقابل على المجاور أو فرق الصادات على فرق السينات تمام كيو على تي وهكذا. لو خدنا المثال اللي بعده فين القانون اللي بربط ما بين الشغل طبعا دبليو اللي هو الشغل وكمية الحرارة. تعرف الجهد ايه؟ فرق الجهد قلنا عليه هو الشغل المبذول، هو الشغل المبذول نقل كمية الكهربية. اقدر اقول نفس الفكرة لو قلنا فرق الصادات اسمها دبليو الشغل على فرق السينات اللي هي كيو او تاني الزاوية سيتا ديت بيساوي المقابل على المجاور دبليو على كيو. اذا فعلا الاسلوب بيساوي فرق الجهد في فرق الجهد وهكذا. القصة عليها بقى كل اي منظر يجي لك في و ار على طول يذكرك بقانون اوم اللي هو الفي بتساوي اي في ار. طيب هنا العلاقة بين الفي والار بين الفي والار يبقى الميل بيساوي ايه؟ ار. بنشيل الفي الموجودة ونشيل الاي اذا الميل بيساوي ار. او الطريقة المعتادة فرق الصادات اللي هو في فرق السينات اللي هو اي. تعال نقسم بقى كده الفي على الاي يعني هنقسم هنا على اي يبقى لنا مين ار يبقى السلوب سلوب بيساوي ار وهكذا. قانون او قانون المقاومه النوعيه اللي هو ار بتساوي طبعا رو اي رو اي يتناسب طردي مع الطول وعكس مع المساحة. تلاحظ هنا ايه؟ الار موجودة هنشيلها، ال موجودة هنشيلها، اذا الميل بيساوي هذه القيمة. يبقى نقول سلوب بيساوي رو اي اي على اي. طريقة تانية اللي احنا معروفة اللي هي فرق الصادات اللي هي الار على فرق السينات اللي هي ال، هتقول بقسمة الطرفين على ال عشان نحصل على نفس القيمة. لو قسمنا الطرفين على ال ديت هتعدي الجهادي يبقى تبقى برضه الميل وهكذا. مسألة بسيطة خالص ار والاي على طول نفس القانون ار بتساوي هنا رو اي اي رو اي ال على اي. طبعا الاي موجودة ار موجودة نشيل لو شلناها كده 1 على اي يبقى الميل السلوب بيساوي هذه القيمة. يبقى السلوب بيساوي رو اي ال. ممكن في احد المسائل يقول لك علما بان الطول كذا اكسب المقاومة النوعية او المقاومة النوعية احسب الطول بنعوض اما عن طريق تان سيتا تان سيتا تان الزاوية ديت يبقى هو ده الميل او بتيجي ارقام من فرق الصادات على فرق السينات بالشكل ده. قس عليها كل الكلام ده كده نفس القانون بس المرة دي هنقول ار بتساوي رو اي ال بس هنقول على باي ار تربيع. ليه قلنا باي ار تربيع؟ علشان العلاقة بالشكل ده كده. هنشيل ديت وهنشيل دي يبقى الميل القيمة دي كلها اللي هو السلوب بالشكل ده كده نفس الفكرة ار بتساوي رو اي ال على ايه. هنشيل ده رو ال ده تشال
ودي تنشان اهيت، يبقى الميل هيرو، يبقى السلوب بس هو روي، يبقى ديت اللي هي الميل، يبقى السلوب بيساوي روي وهكذا. طب دي تدخل فيها اي، احنا عارفين ان الاي بيساوي الفي على ار. طيب الفي هي موجود، يبقى نشيل الارض هيت ونحط مكانها مين، يبقى زي ما هي الفي زي ما هي، هنشيل الار ونحط مكانها اللي هي رو اي ال على مقام المقام، بس تطلع عليه هنا. هنشيل طبعا الاي موجودة هيت، الاي والفي نشيلها والال نشيلها والاي نشيلها، يبقى الاسلوب واحد، يبقى لنا مين، واحد على رو اي وهكذا بالشكل ده. الجدول يوضح العلاقة بين الطول والمقاومة ومساحة المقطع بالسنتيمتر المربع. طبعا ارسم العلاقة بحيث يكون الطول افقي والار راسي. طريقة الرسم هنرسم بهذا الشكل كده، بالمسطرة طبعا بالشكل ده، وهنا ال افقي، ال هو طبعا بيحدد لك، يقول لك ال افقي او سيني، والار راسي، يبقى الار هنا راسي او صادي، وال افقي او سيني. تعال نشوف ازاي نضع الارقام. الار اكبر رقم كام؟ 15. طب التقسيم متساوي 2.5، 5، 2.5، كل مره بنزود 2.5. ممكن نبدا كده، ممكن نحط هنا 2.5، 5، 7.5، 10، 12.5، 15، وهكذا. يبقى تلاحظ هنا اذا كانت الزيادات متساويه يبقى لازم تكون المسافات متساويه. تعال نشوف المحور الثاني، من اول 5 الى 30، يبقى كل ممكن كل مره نزود 5 مسافات قيم متساويه. يبقى لو جينا نحط هنا، نحط مثلا هنا، لو قلنا هنا 5 يبقى هنا 10، 15، 20، 15، 20، 25، 30 مثلا. نبدأ نشوف الإحداثيات. عند الآية 5 2.5، عند 10 من الجدول، عند 10 5، عند 15 7.5، عند 20 10، وهكذا. ناخد خط مستقيم، يبقى دي علاقة طردية، علاقة خطية بهذا الشكل، ده المطلوب. ثم احسب المقاومة النوعية. احنا عايزين بما ان الار بتساوي رو اي ال على ايه، مطلوب مين المقاومة النوعية، يبقى نجيب الرو اي في طرف، هتساوي الرو اي بتساوي دايما المعامل موجود تحت، ال المعامل حاصل ضرب الطرفين سنتين، يبقى المعامل بتاع الرو اي ال، يبقى هنا ار في ايه. طب ما هو الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، يبقى ده الميل، ده الميل. هنعوض عندي عن الميل، الميل بيساوي فرق الصادات اي قيمتين. اذا الرو اي هتساوي اللي هو فرق الصادات، ممكن تقول 5 ناقص 2.5، ده الميل، اللي هو 5 ناقص 2.5 على فرق الصادات 10 ناقص 5، 10 ناقص 5، ده كله اللي هنسميه الميل، الميل اللي هو القيمة دي كده، هنضربها في مساحة المقطع اللي هي موجودة عندنا 1/10 في 10 أس سالب 4، اللي هي عشان نحولها في 10 سالب 4،
نقدر نجيب منين بالشكل ده. لما اقول لك احسب مقاومة، احسب مقاومة سلك طوله على طول، ممكن نقول نسبة تناسب. لو قلنا R على L، الرقم ثابت، يعني معنى ذلك اتنين، وممكن تقول اتنين ونص على خمسة، اتنين ونص على خمسة هيساوي الطول كام؟ 25 سنتي، بس دي بالمتر يعني ربع متر، 25 متر، 25 متر. يبقى مين اللي موجود عندنا؟ الار، طرفين في وسطين نجيب الار. اذا الار، اذا الار تساوي 5 تحت المعامل بتاعها، وهنا 2.5 في 25. عند مرور التيار في المسار الاولاني كانت المقاومة R، احسب قيمة المقاومة لما يتحرك المسار الثاني والمسار الثالث. طبعا احنا عارفين القانون R، R بتساوي رو E، رو E في L على A. في المسار الاولاني ال اللي هو بنسميه في الحالة دي هنسميه ال اللي هو هنا ايه؟ 3L، يبقى نشيل ال ونحط مكانها 3L. ومساحة المقطع لما يمشي في المسار الأولاني يبقى دي اسمها مساحة المقطع. مساحة المقطع الطول في العرض، لأنها مستطيلة كده، يبقى ال في 2L، ال 2L في ال. ال ال هتروح مع مين؟ مع ال ال. أنا عايز أجيب الرو إيه في طرف، ليه الرو إيه؟ ليه هجيب الرو اي دي في طرف؟ لان هي نفس المادة، هيبقى الثابت عندنا المقاومة النوعية لان نفس المادة. فلو جبنا الرو اي في طرف، معروف دايما اللي مع المجهول معادل. مين هيبقى مع المجهول هنا؟ التلاتة، يبقى التلاتة تحت ونضرب حاصل ضرب الطرفين سوا وسطين، اتبقى لنا هنا اتنين اتنين او الار في اتنين ال. وهنسمي المعادلة دهيت المعادلة رقم كام؟ 1. وبالمثل، ازاي بقى بنطبق في المسار؟ المسار الثاني، يبقى نقدر نقول R، R تساوي اللي هي المجهولة في المسار الثاني، الرؤي، الرؤي اهي نحطها هنا، الرؤي قيمتها هيت، يبقى نقول عليها R او 2 ار ال على 3. دي مين؟ ده هي الرو اي في ال ال. ال ال بتاع المسار ده فين؟ ال المسار ده فين؟ ده هو ده المسار ده اللي هو مساره اللي هو الطول ده كده 2 ال، يبقى نقول هنا في 2 ال، 2 ال ال ال، يبقى ده الرو وده ال ال. طيب مساحة المقطع فين؟ هي دي كلها اسمها مساحة المقطع، لان المسار ده مساحة مقطعه ده، يبقى 3 ال في ال، 3 ال في ال، يبقى مساحة المقطع هتبقى 3 ال في ال. تعال نختصر ال ال ديت مع ال ال دي، ال ال ديت مع ال ال دي. اذا الار هيبقى عبارة عن ايه؟ 2 في 2 ب 4 ار، ب 4، 2 في 2 ب 4 ار، والار دي، وتلاتة في تلاتة بكام؟ بتسعة. يبقى هي ديت المقاومة اللي علاقات تيار بس في المسار انه التاني. وبالمثل لو ما فهمتش المطلوب الاول نتعرف المطلوب التاني في المسار التالت. المسار التالت نفس الطريقة، نكتب القانون اللي هنسميه بقى ار ثري. يعني ايه ار ثري؟ يعني المقاومة في المسار التالت هتساوي طبعا رو اي، رو اي هي فين؟ اهي رو اهي، هنعوض عن الرو اي بالقيمة بتاعتها اللي هي دهيت، اللي هي عبارة عن ار اتنين ال على تلاتة، ديت قيمة الرو اي اللي هي ده. طيب ال ال في الحالة دي كام؟ احنا رو او رو، رو في ال، ال ال في المسار التالت، ال ال في المسار التالت اللي هي دي، ال ال المسار كده، ده المسار التالت ال، تبقى ال ال. طيب
المساحة في المسار التالت. المسار التالت اهو، يبقى المساحة دي كده مساحة المقطع، يبقى 3L في 2L، الطول في العرض 2. لما يكون المسار كده يبقى دي اسمها مساحة المقطع، يبقى 3L في L، 3L، 3L في L. طبعا 3L في L، هنشيل ال L دي مع ال L دي، هنشيل ال L دي مع ال L دي. يبقى لنا هنا اتنين ار على تسعة، اتنين ار على تسعة، لا اتنين ار، اتنين مساحة المقطع هنا اتنين في تلاتة بستة، اتنين في تلاتة بستة، بقى دي 18 كده، اتنين اتنين في تلاتة بستة، ستة في تلاتة بتمنتاشر، اتنين في تلاتة بستة، بقت اتنين على تمنتاشر، تلاتة في ستة بتمنتاشر، فيها الواحد فيها التسعة، يبقى بقت ار على تسعة، اللي هو المقاومة في المسار التالت، يبقى دي المقاومة في المسار التالت.